طلاب الصف الرابع الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم معايا ودرس من جديد من دروس العبادات مادة الدين، وهو درس أنواع الصدقة. حثنا الإسلام على الإحسان والعطاء وبذل الجهد لمساعدة الغير، والصدقة أحد وجوه الإحسان العظيمة، وهي غير مقيدة بنوع واحد من الخير، مش مقيدة بنوع معين من الخير يا أولاد، وإنما تشمل الكثير من الأعمال. هنتعرف دلوقتي الصدقة يعني الأعمال بتاعتها زي إيه. فإذا ابتغى العبد وجه الله تعالى في عطائه نال عظيم الأجر والثواب. يعني لو كان بيقصد بالصدقة دي وجه الله، مش علشان يتباهى قدام الناس، ربنا عز وجل إن شاء الله هيعطيه الأجر والثواب العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. أخرجه البخاري ومسلم. نتعرف مع بعض يا أولاد على معاني كلمات الحديث الشريف. السلامة هي إيه يا أولاد؟ عظام الأصابع في اليد والقدم. السلامة عظام الأصابع في اليد والقدم. يميت الأذى أي يزيله أو يبعده. الدابة هي كل ما يدب على الأرض وقد غلب على ما يركب من الحيوان. أي شيء بيدب على الأرض بنسميه دابة، ولكن الكلمة دي اعتدنا عليها على إن معناها إيه؟ أي حيوان بيركب بنستعمله وبنركبه، زي مثلا الحصان وهكذا. بعد كده المتاع هي أشياء وأغراض متنوعة. المتاع أشياء وأغراض متنوعة يتم تخزينها معا. هذا الحديث الشريف يعدد بعض أنواع الخير التي يصح أن تكون صدقة. الحديث الشريف ده يا أولاد بيجيب لنا بعض أنواع الخير اللي تنفع تكون إيه؟ صدقة. مثل إيه؟ أن تعدل بين اثنين، أي أن تصلح بين متخاصمين. اثنين متخاصمين وأنا أصلحت ما بينهم، أنا كده دلوقتي يعني قمت بفعل صدقة. أيضا أن تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه، يعني تساعد غيرك في ركوب دابته. شخص مش عارف يركب الدابة بتاعته فأنا بساعده، أو وسيلة من وسائل المواصلات، أو تحمل له متاعه. يعني مثلا شخص هيركب عربية، أو سيدة حد كبير السن هيركب عربية، بشيل الشنط بتاعته وحطها له في وسيلة المواصلات دي، يبقى أنا كده يعني قمت بفعل صدقة. ايه كمان يا اولاد من صور الصدقة؟ ان تتكلم بما هو طيب، اي الكلمة الطيبة صدقة. اقول كلمة طيبة، الكلمة الطيبة بتحسب ايه؟ صدقة. ان يكون المرء حسن الخلق فلا يتلفظ الا بما هو خير، يكون الانسان عنده حسن خلق ما يقولش غير كلام فيه خير. ايضا ان تخطو الى الصلاة، اي بكل خطوة تمشيها الى الصلاة صدقة، أي أن الله عز وجل يثيبنا على كل خطوة نخطوها للصلاة. أيضا يا أولاد من صور الصدقة أن تميت الأذى عن الطريق، أي أن تزيل عن الطريق كل ما يؤذي المارة. يعني لقيت طوبة كبيرة بتأذي الناس في يعني هم بيمشوا في الطريق وشيلها، دي صدقة. ومن أنواع الصدقات التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم التصدق بالمال. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. يعني مش بيقل، ده بالعكس المال مش بيقل لما بخرج منه الصدقة، بالعكس ربنا بيبارك فيه. أي أن الله تعالى يبارك في مال العبد إذا أنفق منه لمساعدة الغير، ويثنيه عن ذلك ثواب، ويثيبه عن ذلك ثوابا عظيما. يعني بيرزقه بثواب كبير كمان ان هو ايه؟ تصدق من ماله. ايضا يا اولاد اطعام الطعام والقاء السلام. سأل رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الاسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يعني بتلقي السلام على الشخص اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. اخرجه البخاري ومسلم.
أيضا يا أولاد التبسم، قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني الشخص يقابل أخوه المسلم بابتسامة على وجهه، ووجهه بشوش مش عابس. وتدل هذه الأحاديث النبوية الشريفة على رحمة الله تعالى بعباده، فهو سبحانه هيأ ويسر لنا فعل الخيرات، يعني خلنا نعمل الخيرات دي، نفعل الخيرات بأشياء بسيطة جدا بشتى أنواعها وأشكالها، ثم يثيبنا عليها وكمان بيكافئنا عليها لما بنعملها. نيجي يا أولاد لأسئلة الدرس. اقرأ الحديث الشريف التالي ثم أكمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. بيقول لي بقى يا أولاد معنى سلامة، طبعا زي ما قلنا يا أولاد هي عظام، ها برافو عليكو، عظام الأصابع في اليد والإيه والقدم، يبقى سلامة عظام الأصابع في اليد وإيه كمان يا أولاد والقدم. نيجي للي بعد كده، أكمل مستعينا بالكلمات الآتية: حسن جام حملي يؤذي يصلح ركوب خير خطوة. عدد الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف السابق بعض أنواع الصدقة التي يعبر بها المسلم عن شكره لله عز وجل على كل مفصل من مفاصل جسمه وكل عضو من أعضائه، وهي أول حاجة إيه يا أولاد؟ أن يصلح بين اثنين، أن يصلح بين اثنين. اثنين، أن يساعد غيره في نقط أغراضه، في حمل أغراضه أو في إيه ركوب وسيلة من وسائل المواصلات. جيم، أن يكون المسلم حسنا الخلق فلا يتكلم إلا بما هو خير، برافو عليكم. بعد كده أن كل نقط يخطوها المسلم إلى الصلاة صدقة، أن كل إيه خطوة، أن كل خطوة يخطوها المسلم إلى الصلاة صدقة. ها، أن نزيل كل ما يؤذي المارة في الايه في الطريق. بعد كده يا أولاد بيقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. واحد، للصدقة مقدار محدد يجب أن يلتزم به المسلم؟ طبعا الإجابة خاطئة. اثنين، عمل الخير لا يحتاج إلى مال فقط بل يكون بأي شيء أستطيع القيام به لغيري؟ طبعا الإجابة إيه؟ صحيحة. ثلاثة، إلقاء السلام والتبسم في وجه الآخرين من الصدقات التي لا تحتاج إلى مجهود؟ طبعا الإجابة إيه؟ صحيحة. ثواب الصدقة يكون قليلا لكثرة أنواعها؟ طبعا الإجابة خاطئة، المفروض أنه يكون إيه؟ كثيرا. بعد كده يا أولاد، الصدقة من أسباب الترابط بين الناس ونشر الحب والمودة بينهم؟ طبعا الإجابة صحيحة. من رحمة الله عز وجل أن يسر لنا فعل الخيرات بأشكال مختلفة ثم يثيبنا عليها؟ طبعا الإجابة صحيحة. لا يستطيع المسلم التصدق بالمال القليل؟ لا طبعا يستطيع، يبقى الإجابة هنا إيه؟ خاطئة. النشاط اللي بعد كده يا أولاد بيقول صل من العمود الأول بما يناسبه من العمود الثاني. أول حاجة، شخص تصدق بالمال يعني عمل إيه؟ ممتازين، أعطي فقيرا جزءا من مصروفي القليل، ده تصدق بالمال. طيب اثنين، تصدق بالعلم، إن نعمل إيه؟ أعلم شخصا القراءة والكتابة. ثلاثة، تصدق بالمجهود يعني ببذل مجهود فبيكون كده يحسب لي صدقة، أساعد جدتي في تنظيف المنزل. طيب أربعة، تصدق بالوقت زي إيه؟ أقضي ساعة يوميا في مساعدة أحد الجيران. طيب تصدق بالتبسم يعني زي أبتسم عندما أقابل زملائي في المدرسة. تصدق بالسلام أي ألقي السلام على زميل في النادي لا أعرفه. النشاط اللي بعد كده يا أولاد بيقول لي أكتب تحت كل صورة نوع الصدقة التي تدل عليها. أول صورة هنا قدامنا إيه يا أولاد؟ صدقة بإيه؟ صدقة بإطعام الطعام، صدقة بإيه يا أولاد؟ بإطعام الطعام.
طيب التانية احنا شايفين في الصورة انها صدقة، نوع الصدقة هنا ايه؟ صدقة بالتبسم، صدقة بالتبسم. طيب هنا صدقة بايه يا اولاد؟ صدقة بالعلم او بتعليم العلم، صدقة بالعلم. اربعة صدقة بايه يا اولاد؟ شايفين في الصورة ان الرجل يتصدق بالمال، يبقى صدقة بالايه؟ بالمال. كل دي صور من بعض صور الايه؟ الصدقة. هنا صدقة بالايه؟ بالمجهود، هو نفسه اللي بيعمل الشيء بنفسه بقوته يعني. ستة هنا ايه؟ صدقة ها بإلقاء السلام، صدقة بإلقاء الايه يا اولاد؟ بإلقاء السلام، صدقة بإلقاء السلام. النشاط اللي بعد كده يا أولاد، أكمل الجمل الآتية مستعينا بالكلمات أجسامنا، الطعام نوع، التبسم عظيمة نقص، نقص. واحد، علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الصدقة غير مقيدة بنقط واحد من الخير. بإيه؟ برافو عليكم، بنوع واحد من الإيه؟ من الخير. اتنين، نشكر الله عز وجل على نعمة الصحة بالحفاظ على إيه؟ بالحفاظ على أجسامنا ممتازين بتناول الطعام الصحي أو الطعام الصحي. ثلاثة، يبارك الله تعالى في المال حين نتصدق به، قال صلى الله عليه وسلم ها ما نقص مال عبد من صدقة. أربعة، إطعام إيه؟ الطعام، برافو عليكم، إطعام الطعام من أفضل أنواع الصدقات التي حثنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، فنقط من الصدقات. يبقى فإيه يا أولاد؟ فالتبسم اللي احنا لسه واخدينه في الحديث، فالتبسم من إيه؟ من الصدقات التي لا تحتاج إلى مجهود. ستة، يتصدق المسلم ابتغاء وجه الله عز وجل في عطائه، فينال إيه؟ فينال عظيم الأجر والثواب. النشاط الأخير معانا يا أولاد في الدرس ده، بيقول لي صل كل فعل من الأفعال الآتية بالحديث النبوي الشريف الذي يدل عليه. أول حاجة معايا يا أولاد، إلقاء السلام على أفراد أسرتك. إيه الحديث الشريف اللي بيدل على ذلك؟ طبعا إلقاء السلام يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طيب اتنين، التبسم في وجه جارك، قال صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. طيب إعطاء زميلك جزءا من الوجبة المدرسية، ده إيه يا أولاد؟ طبعا يعني بعطيله أكل، يبقى إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام. طيب مساعدة أخيك الصغير في حمل الحقيبة، الحديث الشريف اللي بيدل على ذلك إيه؟ برافو عليكم، ويعين الرجل، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. طيب رفع كيس قمامة من مدخل المنزل، ده إيه؟ ويميت، قول النبي صلى الله عليه وسلم ويميت الأذى عن الطريق صدقة. وبكده يا أولاد أنهينا درس اليوم، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم.